يقول: أنا رجل متزوج منذ 40 سنة، أعيش في بلاد مسلمة، ولما عرفت الحق دعوت بناتي إلى ارتداء الحجاب فرفضت زوجتي ودعوتي لهن، فاستعملت العنف والقوة في دعوتي لهن بعدها، فاضطرت زوجتي إلى دفعهن إلى السفر إلى بلاد كافرة، ومن حينها لم أكلم أمهن ولم أضاجعها، ومر على هذا قرابة العقد والنصف، فما حكم ذلك؟ عليك بالمحافظة على بناتك، أنت القيم عليهن وأنت المسؤول عنهن، عليك بالمحافظة عليهن واستقدامهن من الخارج وجعلهن عندك، مراقبتهن وتزويجهن وأمرهن بالحجاب. وأما الأم إذا لم تلتزم بطاعة الله فلك غنى عنها، أبعدها أبعدها وتزوج غيرها. نعم، هذه سيئة، هذه سيئة تدعو إلى المعصية، ألا تصلح زوجة لك. نعم.